يقول في سؤال آخر: الحديث الذي ورد في فضل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل المصلي إذا صلى له أن يغير مكانه ويبقى في معنى الحديث، أو لا بد أن يكون في مكانه لا يغيره؟ ظاهر الحديث أنه يبقى في مكانه ولا يغيره، إلا إذا دعت حاجة إلى تغييره فإنه يغيره، أما إذا لم تدعو حاجة فالأفضل أن يبقى فيه، لأنه مكان عبادة، ولأن ظاهر الحديث أنه يبقى في مكانه إلى أن يؤدي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في الذكر، صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس، نعم، حتى يكون عمله متواصلا في مكان واحد، نعم.